حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي غالب بشارة، الخبير في الأمن السيبراني. أستاذ علي، مرحبا بك في نشرة الثالثة، ولو تطلعنا وتطلع المشاهدين الكرام عن أهمية تخصص الأمن السيبراني. يا هلا، مساكم الله بالخير أخوي عبد الرحمن والمستمعين الكرام. بداية نرحب بكم، وأنا الحمد لله كان لي الشرف أني عضو في الدراسة الاستشارية اللي سووها صندوق العمل تمكين في فترة سابقة، وللحين أعلنوا عن إعطاء فرصة لمئات البحرينيين للحصول على تدريب مهني في مجال الأمن السيبراني. طبعا ما يخفى علينا مثل ما شفنا في التقرير قبل شوي أن مجالات تقنية معلومات متعددة جدا الآن ومتشعبة، فلا يكاد يخلو أي بيت من أحد البرامج أو الأجراس الذكية أو الهواتف الذكية أو التلفزيونات الذكية، هذه في مجال المنازل. ولو شفنا حق لإعداد الكوادر البحرينية للوظائف المستقبلية ل 2030 أو حتى في العصر الحالي، نشوف الوظائف الجديدة اللي قاعد تطلع: مصمم عالم افتراضي، مصمم ميتافيرس، وظائف في المعاملات الرقمية، المنازل الذكية، السيارات الذكية، هاي كلها تكنولوجيات يعني قادمة لنا لا محالة، وهي موجودة بيننا حاليا. نعم. ولو نلاحظ أخوي عبد الرحمن في مجالات الحكومة ومجال الحكومة الإلكترونية، طبعا أمن المعلومات جدا مهم في هذه. عندنا حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين المسجلين في أنظمة الحكومة، وبيانات الدولة، البيانات الأمنية للدفاع وغيرها. نعم أستاذ علي، هذه النقطة تجرنا للسؤال الثاني بجهود مملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني، كيف تصفها في الوصول لهذه المرحلة المتقدمة في ذلك المجال الحيوي؟ يعني أنا مطلع الحمد لله على مجال الأمن السيبراني في البحرين وخارج البحرين. نلاحظ حرص المملكة على تطوير كوادرها من سنين، يعني برنامج تمكين الحين هذه يمكن أحد البرامج اللي تقدمها، لكن يعني أنا أحد المستفيدين من العديد من برامج اللي تقدمها تمكين لتطوير الكوادر، منها الشهادات الاحترافية، غير أن في عدة جامعات داخل البحرين تولي مجال أمن المعلومات اهتمام، حتى عندك توصل إلى مجال الماجستير في أمن المعلومات المقدم من جامعة البحرين. نعم، الأستاذ علي غالب بشارة، الخبير في الأمن السيبراني، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.